راك هنا. انت عبد الله. اي نزلوا لي عشقاء قدامي، هيا نقصروا فيهم شويه. ايه ما يكون غير خاطرك يا محمد اخويا، بغيت نسق شي. وش كاين؟ الخير. خير الخير، خير الخير. وشنو حبيت نقول لك باللي بغيت نهبط نعاش العاصمة. وشنو هو شنو؟ بغيت تسافر العاصمة؟ ايه هالدراري كبروا يلزمني قريهم مليح. اي خي فتحوا لنا المسايد اللي هنا العربية والفرنساوية. الحق كاين. وشنو ليه كاين مسايد كبار؟ يا عبد الله قرايا واحدة وزيد بزيادة، خليهم حتى يكبروا ومن بعد ميز. ميزت وذريت وهذا مكان. يا راجل خمم واش راك تواسي. قلت لك خممت ودرست في المسألة وعودت نهبط نعيش العاصمة إن شاء الله. وخدمتك كيفاش تواسيلها؟ يا سهلة، أنا نخدم هنا في السبيطار، ما عليا غير نطلب الشانج مع السبيطار من صبابة شاوية. وأنت اللي تسلك راسك في العاصمة. حي عليك، ما تخممش على أخوك. نعرف رجال في العاصمة وهما يوقفوا معايا. يا وين تلقاهم اليوم يا بروتي؟ لكن كانوا مسؤولين هنا عندنا في الناحية. راهم عندهم مسؤولية الهي، واحد منهم راه كونسي كاع. يا ودي كل واحد راه لاتي باش غالو. وزيد بزيادة هادو سنين من نفرات الثورة، بالك راهم نساوك. ليه بغيتهم ينساوني؟ يا اخي نعرفوا بعضنا بعض، وفي وقت الزيار كنا بريزة، ودوك بغيتهم ينساوني. اه يا محمد يا خويا راك غلط، ما ظنيتهمش ينساو حباب الشدة. لا ما ظنيتش انا ثاني يا عبد الله، لكن حبيت نفهمك. قلت بلاك ما تصيبهمش، بلاك عندهم اشغال كثيرة وانت تروح تهرجهم باش يجروا في مسألتك. يا سيدي نروح نشوفهم، ولاش حسيت باللي قضيتي جاتهم صعيبة ما صمت عليهم ونرجع. عاملي حسيتي نديروا باللي بدلوك للدزاير. والسكنة كيفاش تدير؟ وقدونا مسعود كي لحوالة يلقاو السكنة. هذوك راحوا ايامات بعد الاستقلال على بها لقاو السكنه، درك نظن باللي السكنه قلت. يا سيدي كيما فتح عليهم ربي، يا انا ثاني يقدر يفتح عليا. ومرتك والدراري كيفاش تواسيهم؟ دروح وعدي، راهم نزلوا لي 15 يوم في الكونجي تاعي، نديهم نهبط نقضي مسألة ومن بعد نرجع ندير العائلة كاع. ايه راك خممت على كل شيء ياه. واش على بالك؟ تخيبني بروتي والله. لا حاشا حاشا. على كل حال نعلمك يا سي عبد الله باللي التبديل خلاص حبسوه من البارح. وش كان؟ وش كانك تقول؟ انعم كيما قلت لك لا زياده ولا نقصان. اهو محال هالشي. دابا رسمني راك عارف هالشي كاع. ايه والبارح انا في البيرو مع السكرتير وهو دخل الديريكتور، جاب له واحد لانوت جاتو من الجزائر تقول باللي الشانجما سيسباندي حتى الوقت اخر. اه يا ويلي على ذيك الواخذه، بسم الله الرحمن الرحيم. وين اللي كتبت شي تاريخ الكونسيين؟ ياه صار كتبت له. ايه علمتو بلي راني جاي واجبني وبغى يسيبني في دار المير. راك معول نتاع الصح يا عبد الله وخبيت عليا. واش عند بالك؟ تسخيبني كنت نتمسخر ولا؟ في الحقيقه بغيت نهبط للجزائر. ايه راك خممت على كل شيء. هاي ضربت لانوت راك ما خممت لهاش. اي الحق الحق ما خممت لهاش وخساره. لكن معليش الا ما كفاش شي تاريخ عندي باباك. واش من باب حبيبو؟ حبيبو اي الطيب الشيف في الملكي داوي هنا معنا في السبيطار. ايه هذاك اللي راه عندهم التعامل. هو بالذات اكتب لي وعلمني بلي راه في الجزائر. يا اخي ذاك راه في وهران يا راس الشحم. فيك تاوى السبيطار مش باباشا ورايت نعم في العاصمة الزينة. والسكنة صعب. ايه يا قرط قال لي في برايتو ما يسمح لك اذا جيت للجزائر وما جيت تشوفني، ما كنتك ورقدك كل شيء من عندي. حبيب كبير عندك يا واش عند بالك؟ حتى انا كي كان هنا قريب عندنا شحال مرة ديتو فطرنا جميع في الدار. هذه خدمة رجال يا عبد الله بارك الله فيك. لا لا حتى هو تراس كبير. واحد النهار قال لي عبد الله تاع حبيبو تاع الصح راجل مليح وفاضل تاعي وتولي فرملي. انت فرملي يا اخي انت تقدش برك. ايه ايه فرملي وعلاش لا. ايه كي شافني واقف على الخدمه على المرضى قال لي حبيبو
ابدا تقرا في بروس الليل تاع الفلميه وروح لخويك على المقلب راتيك. اي الحق الحق، خدام وناس ملاح حبيبو. مالهم ناس ملاح، خذيت رايو وراني نقرا في دروس الليل نتاع الفلميه، ومن على عام تشوفوا خويا غير فلمي في سبيطار مصطفى باشا. اوه اوه يا عبد الله، على ما راني نشوف راك مزلت معول تروح للعاصمه. انا نروح ما فيها شك. اوه اوه يا عبد الله، انت مهبول وتعيا وتندم وتفكر كلامي. يا وانا رايح للعاصمه ولا باس، خمم على روحك. اسمع اسمع، وقت الفطور راهو جد والمرضى راهم يستناو. يلا. ايه الوقت على كل حال علمك، راه شي شهر ندير الكونتي نتاعي وراح نجي. قلت لك امشي تخدم ومن بعد روح حتى البحر ياكلك. نروح ما تشدينيش لا عدا اخر. وعلي جبتو نهضركم يسهروا علاش؟ قول لها لمرتك وعلاش؟ ماشي ليا، مرتو تعرف واش راهي تواسي، لو كان تعرفي واش راكي تواسي ما تضربي راجلك. أنا حبيت نضربك أنت باش تهنى منك الجيران كاملين، لكن عندك الزهر جابت بيناتنا. سكت علينا شوية دوجة. عزيمة تبارك الله تسكت فيا، دائما تقول لي سكتي سكتي حتى ركبت عليا. يا ودي نعرف مرتك ولا تبقى تحلوكها، ما تسكت أنا أنت لا واحد آخر. يا واحد الست هذا واش تعرف في مرتو؟ باش قلت لك هاي بدات سكت هذا. لا لا يا سكتي انت واحد العيدارية. انت العيدارية اللي ضربتي راجلك، وانا سيدك راه يخدم باش يجيبهم لك. وهو عارف على ذاك الراجل، كاش انا تاكلي راسك كيما الاولين. سيرزي وسكت مرتك ها؟ انا سكت منك برك. سكت علينا شوية دوجة، نجرى تشوف فينا. انت سكت خاطيك هذا الشيء. لو كان خاطري، لو كان ما رانيش انا فهمتي. مرتك هي اللي جابتك. انا جبت باش يولد، ضربة للكوميسار وسمعت تخلصي له الدواء. انا ما ضربت ما خلصت الدواء، هو اللي جايبك خذ الضربة من عندك. يا اخي ضربة جات فيا، اسيدي معليش، سمح بيناتي، يلاه نروح. هيا لهنا. وشنو؟ سمحونا وراس يما وراس يما انا خاصك الدواء. وانا وراس يما وراس يما ما تشوفي صردي. امن يحكي لي الكوميسار تفهمه. واش حابيني نقول للكوميسار؟ نقول له مرتي ضربتني. لا قول له حنيفه ضربتك. يا دوجة نكتب على مرت الناس، واش بيك؟ شفت السيرزوز وهي تفهم فيك. وانت يا ولد دخلك. يا خير راجلي ولا مرتو ويواسي واش نقول له؟ يا دوجة الكذب حرام، ما يحبوا لا ربي لا العبد. قلت قول باللي هي ضربتك فيها، سمعت؟ هكذاك ادفعي في راجلك مسكين وانت تخباي. نتخبى منك واقيلا، والله غير هنا في دار الكوميسار نعبدك. كنت تسلكي روحك قبيله ماشي درق. رحمي عليه هو ذوكك من يدي، اما اليوم راني هنيتك من الدنيا. ايه ماما يخصك ولا ما بحالك تهنيني من الدنيا، يلزم 10 منك وما نعرف. يا صار يلزم 10 مني وما نعرف. دوجة اش بيك؟ حبيتي ديرو في الحبس؟ ولا رحت الحبس عليها واش عليه؟ الدنيا كامل يسال على راسي يرحموا عليها. لا بيع تشام عليك. يا حبيت راح العبس خليه يروح. والله ما يخصك ولا استاذ زيوز. ايوا هما راكي شديد هاني. يا زيوز على بيتي. اجي لهنا. اسمع كي يجي الكوميسار قول له باللي دخل سرقنا الدراهم وكي بخذ بها ضربتك. وشنو؟ نقول له سرقتنا؟ ايه باش هكذاك انا يدفع الحبس. بور عليك، الجيران كامل يشوفوا كي ضربتي راجلك واش راك؟ ما دخلك، الجيران انا مبراتي معاهم. ايه لكن يا دوجة انا غير ما هضر كي ناقصك سمعت. رد بالك يا سيرزي وزايل سكت حسبك كي كذبت. ايه
هيا نغبوا علينا. بركونا بركونا من العياط. وزيد على هذا انا مجوجني شكون تحب يخدم لي في وحده واش حبيت انا نعمل لك حنا ما نقدر والو تقدروا اذا حبيتوا ولوف بحالي راهي هايمه في الشارع بلا قيد ولا تضبير واذا انتم مثلكم ما صبتوا لهاش حل هما لا نقدر نقولوا بلي الانسان ما يأيسش غير من نفسه وانما من كل ادب يعطيك الصحه يا سيدي بارك الله فيك راك تعلم تهضر وشكون يضمن لنا في المستقبل بلي نلقاوك في طريق طيبه سيرتي في المستقبل يا سيدي المعين شوفوا لي كاش خدمه اللي جد حتى الخلاص عطيوها ليما مليح استنى الكوميسار كي يجي راني انا نتكلم من نفسي واذا عندك الزهر نعملوا معك تجربه ونشوفوك يا سي نشوفوك اذا تستاهل الثقه اللي نعملوها فيك اعمل الخير وما تندمش يا سيدي المعين وانا من جهتي مضمن لك بلي نفرحك بسيرتي في المستقبل مليح استنى الكوميسار كي يجي هيا لم البالك ليا يا سيدي اتفضلي نعم هيا وين مسجدي جيت على راجلي ايوا واش فيه راجلك راه في يومين ما جاش للدار ايوا وكي ما جاش للدار انا وين حبيتيني نوقع سالت عليه وقالوا لي راهو كل عشيه سكفت برنا هذا في الجنين وهذا راجلك مول ديسكر لا ما شم طبيعته عشان ما تفهمناش على حاجه تدمر روحي ولكن كي راحنا واش حبيتينا نعملو له قلت انا لو كان تشوفوه تزقوا عليه تعرفي راجلك خير من كل واحد في حقك انت اللي تفهميه في كل شيء حق نظن انا ما فهمت راجلي اشنو شوفوا الوجه ربي وتعاملوا خصلات المؤمنين اللي لصقيتوا عليه ورجعتوا لوليدات هذا الشيء عندكم ذراري نعم يا سيدي عندنا خمسه الله يبارك واش حابين نقول لك رانا نشوفوه ونتكلموا معاه بصح اذا ما حبش يسمعنا الله غالب يسمع لكم يسمع لكم اهضروا برك على بنته الكبيرة واش بها؟ هي كبيرته مسميها على يمه الله يهدي مخلق واسمه هذا راجلك؟ مؤمن قدور مؤمن قدور ايه راح يطلق انا اشوفه من عقله يرحم والديك وغادينا والديك بصح يا سيدي من فضلك ما ديروش في الحبس اصبوا عليه وخلوه يجي بات في دار وبالاخص ما تقولوش اللي جيت شفتكم ايوا علاش خفتي منه؟ لا نعرف راجلك ما نحبش يظن في بالو جيت نشوفكم باش نشتكي فيه. هي بلي يحكوا لي مهنية. يرحم والديك. والدينا والديك. إلى مان إلى مان. أيوا أنت يا سي عزيوز مرحبا بك يا سيدي تفضل. على سلامتك. الله يبارك فيك. أيوا خير مشقك يا سيدي يا أخي غير الخير على مسجدنا. إيه على والو. الدوجة قالت لي نروحوا نشتكيو لدار الكوميسار. بلا أنا جينا. أيوا. وبمن تشتكيو؟ ايه دوجة بمن نشتكيو؟ نهاية الموعد وعليك المكلوبة
ايوا واش كاين؟ يا ولدي والو، قطعونا الماء والجيران دوسوا بيناتهم، راه كبير وتعرف النساء يا سيد. عزيوز ماشي غير الماء، قول على الضربة. يا سي معين هاي الحقيقة، قطعونا الماء. أنا الدراري يجيبوا لي بالبيادر من الزنقة. كي جازوا في صحن تحوا شوية ما قدام بيتها. لالا قالت لك روحي تمسحي في الحين. كي ما حبيتش نمسحوا زدنا في الكلاب حتى ولينا في الدر. لا لا زيدي قولي لها شو أسيدي. واش واسيد؟ أضربتيني وضربتك هذاك ما كان وشنو؟ خير إن شاء الله. يا سيدي المعين دوك على فهمك. عزيوز قولوا أنت قولوا. ايه قولو، ايه واش نقولو؟ قولو وشكون اللي دخلت البيت على الضربة اللي في راسك؟ قول يا سي عزيوز شوف بصح نوقف لك في الشهادة كي تجي تموت، ولا ما قلتش الحقيقة؟ انطق عزيوز اش بيك؟ ال يتكلم. ايوا علاش جبتونا لدار الكوميسار وعلاش؟ يا سي عزيوز ياك انا حبيبك مالا قولي ليا واش كاين؟ واش صار وشنو هاد الحكاية؟ يا ولدي هاي الحقيقة كانوا يدوسوا بيناتهم. ايوا حبيت نفرق حتى دوجا مرتي عطاتني ضربة على الراس. عزيوز واش بيك يا بنت؟ شفت يا سي المعين؟ ايه مليح مليح. مالا ما كان حتى شكاية. لا لا يا ولدي وعلاش نشتكي بجارتي؟ وشنو الماء هو سبب الوحدة؟ انتوما ثاني يا سي عزيوز كي قطعوكم الماء كنتو تروحوا تتفاهموا مع الشركة. رحت لهم قالوا لي يلزمكم تخلصوا الفاتورة القديمة وعلى هذيك اللي قطعوا لنا الماء. بالسيف عليكم تخلصوا. حق لكن كاينين جيران جدد اللي ما حبوش يخلصوا الماء من عام 64. ايوا ما تحب نعطيك مساحه؟ ايه روح لعند لي بيان فاكون هما يسيبوا حل لهذه المشكله. انا تسمح لي عندي شغل كثيره يا اخي. هذا مكان هذا مكان يا خير. على خير يا مالي. لا خير على خير موتي. دوجا دوجا نكتب عليه قاتل نوقف لك في الشهاده وقت الموت. صحه صحه فيها دوك تدخل قدام الجيران كاملين. باش تفخر يا مراه باش كنت كنا بها كنا ناخذ زوج بروسيات وهذا مكان. انا ما عندي حاجه بالبروسيات بهديلتي قدام الجيران كيفاش ندخل واش نقول؟ لكن هذا الشيء كامل منك انت. انتم دوستوا انا علاش؟ ايه انت شحال من مره قلت لك لازم لي بارتما اخرى. مين تحبي ندبر لك بارتما في هذا الوقت؟ كاين مازالوا الناس يفكروا يسكنوا. كاين وما تعرفيش بلي كاين قانون يمنع هذا الشيء. القانون يمنع هذا الشيء وهذوك اللي كسروا البورت ما تصدموا فيهم واش واساولهم؟ اذا هذوك مهبل ما نحبش نولي بحالهم. لا لا انت تحب تخليني دائما تم حتى كاش نقتل كاش وحده. لا 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 بعيد الشر عليك. شفتي اللي قتل وين الدواء؟ دبر راسك انا يلزم لي بورت مخرى سمعت. ايا يا دوجا نروحوا عند لي بيان فاكون نتفاهموا معاهم وترجعي حبيبه مع جيران كي شوف نروحوا عند لي بيان فاكون اذا ما فراوهاش نبيع قشي وسياقتي وبيهم تدبر لي علام فتحوا تنين من الجنة سمعت. هيا مشي عند لي بيان فاكون. راني عند لي بيان فاكون. اسوسو ما تنمش عليها راه يا سيد. انا اخوك بغيت نسقسي. سقسي سقسي يا اخويا واش كاين؟ يرحم والديك يا خويا. بغيت نقول لك الا تعرف دار سي تاريخ. سي تاريخ؟ سي تاريخ الكونسي اللي كان عندنا مسؤول في الناحيه. ما عندكش الادريس ديالو؟ لا كان عندي اتحاد معاه في دار المير رحت وما صبتوش. ما سالتش عليه؟ اش عرفت البلانطو؟ قال غدوا عندهم اجتماع. لكن تقدر تشوفوا في دارو راه يجيبوا البوصله كبيره. املح املح دوك سقسي لو كاين. يرحم والديك يا خويا. ريح صبح خيوه معايا ريح. اي مازالو جا الزيني في العاصمه ياه. معلوم لا وعلاش لا؟ منين كنت يا خويا؟ انا والله انا مصور القزنان يا حناني. خيار الناس. الله يسلمك. بصح راني رايح نولي ان شاء الله قريب تزيري. واش لو راح تكون هنا؟ اي دو مانديتي شانشمان لسبيطار مصطفى باشا ويلا سهر ربي نكون غير معاشركم. طلبت شانشمان مصطفى باشا؟ انا فرمي في السبيطار تاعنا طلبت التبديل لهنا وجيت نشوف حبيبي شي تيري وما يجيني في المساله. ها غاية ها غاية. لا لا الخدمه غا يكون سهله. عندي حبيبي اللي يفروها لي بصح السكلاء الحق الحق ما نعرف.
صار ما عندك سكنة؟ لا 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 ما عنديش، ولا حساب ما سمعت، قالوا لي سكنة قلت، هذه كاينة منها؟ كاينة منها أخي كاينة منها. هاشم، وأنا عندي 5 دراري أنا أخو كيفاش ندير؟ جبتهم معك؟ لا 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 جيت وحدي، حتى أنا في المسألة وما عندناش عنديهم كاع. إيه شوفها شوفها. سقم روحك سقم. كيف أنا وا؟ أنا عمي. وي لاباس، فر فر. يا سيدي نعاونك. واش كاين غير الخير ولا؟ وقيلة وجهك وجه الخير. ياه. جوستومون، عندي 2 بيوت وكوزينة ومعول نطلقهم. أما لا في عطي يديهم واحد آخر، أديهم أنت ويا بنت الله. 2 بيوت وكوزينة؟ نعم. لا يكفو. يكفو لاباس. بيت أنا والعجوز. بيت يرقدوا فيها داري والكوزينه ناكلوا فيها عندي صلاة الناس. كاين حتى صال دو بان سيدي. صال دو بان، لين القاية كاع. قولي إذا البارتمان تاعك. نعم ديالي. وشنو كي كملت قرايتي وليت انجينيور، الحكومة بعثتني البشرة. ياه، يعني فيك تاوك جهة أخرى؟ نعم فيك تاوني جهة أخرى. بلا، بلا مش هاتي بلاد. يقبلوا لي شاجوا المصلحة باشر. اه يا خويا يرحم والديك. واش كاين واش كاين؟ مسكينتي فريد، شتي لي غجيني في الشاجبه، انت هاك شهادتي في السكنه وقضيتي شركه. يا خي رحمه يا خي. اه يا صاحبي، كي نشوف شبان بحالك نقول الحمد لله. مستقبل زين راه لاباس. الانسان ما تعبش بطل. صقيب، شباب، انجنيور الله يبارك. وجدت تختمتها بلا معالي زينه. لا لا رجال رجال، وعليكم الكلام. الله يسلمك الله يسلمك. وشنو كاينه واحد المساله راهي محيرتني شويه. واش كاين يا اخي؟ الخير؟ لا لا شي كي والو. شوف هذا البرط ما فيها دمام، يعني قش انا شريته اي ومعول المدع كل ما فيها للي يسكنها. اي يا الدوزان. ايه وش حرقت في هذا الدوزان؟ انا خسرت عليها 150,000 فرنك، لكن خليها لك 100,000. بل دينار شويه سخون عليا. شوف نقول لك الصح صح، الزوخ ما يزيد في رجله. جبت معايا 60,000، نعطي لك منهم 500 دينار. هذاك ما نقدر. 500 دينار؟ ايه. واش تحبني نقول لك يا اخي؟ جيتني مولا وليداتو والحق الحق حشمت منك. ها يا سيدي ما عليهاش نسهل لك. يرحم والديك يا خويا، سهل لي ربي يسهل لك. اسمح لي اللي داير لكم هنا. قول لي وين جات هذا البارطمان؟ ماشي بعيد من هنا، دوك نوريها لك. يا ما نمشي بالحين نوريها لي. يلا اسمح لي. يلا هيا يلا. نروحوا ولا لا؟ شي دقيقة دوك يجي حبيبو وروحوا جميع. حبيبو؟ إيه الطيب الشافر اللي كيخدم معنا في السبيطار. اسمح لي يا أخي. فوق يجي. ها 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 الحق. ها حبيبي. عبد الله. عبد الله يا عبد الله. هذه خذ عاود خليني. إيه شوف ما ظنيتنيش سيدي هنا. ما ظنيتش نسبك أنا. صعب علاش ما قلتليش بلي راك جاي. إيه واش تحب؟ طلع لي ندقري للراس وجيت البريزة وجيت لحدا. أه يا عبد الله مازالك أنت بالذات. انت حبيب وتاع الصح. الله يسلمك الله يسلمك. يو هذا ثاني تقدر تقول بلي حبيب وتاع الصح. كيفاش هذا الثاني حبيبو؟ ايه تراس كبير انجنيور. يو انجنيور؟ ايه مهندس يا غالط. هو انجنيور وين؟ يا سي انجنيور وين؟ انجنيور متاع طريق لي بوان سوسيال اون فايون. انجنيور متاع طريق لي بوان سوسيال وايو. ملاح ما الدعوه غايه. اذا لا غايه العقل حتى عطاني البارطمان تاعو كري باطل. كيفاش شريت عليه برطمه؟ لا 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 ما خداليش حق المفتاح. شريت عليه الدوزان اللي فيها برك. لكن شريت عليه الدوزان باش تكون فيها. اي معلوم باش تكون فيها. ها والرسوب دلو لك على اسمك. الرسوب هذا مازال. لكن ها هنا سي الجنيور. اسمع السي واش كاين؟ البورت مادي بيان فاكون. نعم. كي
كيفاش تعمل باش تبدل الروسو على اسمه؟ ما يخفاكش هذه ماشي غير مسألة تبديل البارت ما برك. سهل سهل. ما يخفاكش في هذا الوقت يلزمك تعرف رجال. تعرف كيفاش تدخل دخلات وكل شيء يسهل عليك الله. إيه إيه رجال بالرجال ورجال بالله. سبحان الله. إيه ممكن وشنو ماذا بيك تسري له مسألة وبيه به؟ هني خاطرك. عندي صديقي يخدم في ليبيان فاكون وهو يفري لنا كل شيء. إيه ماذا شوف. بعد نضرب قزة ليبيان فاكون يفري له مسألة عبد الله ومن بعد نروح ونعطيوها بواحد العشاء. اللي يبقى تاريخ طول الحياة. ايه يلا 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 امشي. ايه يا عبد الله. يلا يلا يا سيدي يا اخي سعد راه هنا. معلوم. بس حكومة تاني. أنا نقضي لك شغل. يا. الشيء هذا هو. لا. ماشي هذا هو صاحبي اللي جينا. صافي بس شنو يا ملي راني هنا. اسمع اسمع يا اخويا هذا اللي راه يقلب 12 نقدر نروح في الحين. ما لا ساعة بلا شوية صح؟ اه ما كلاش زعفة مي تو سي سو فان وسي سي بليما في الخدمة نتاعي. لا يا سيدي واش كاين؟ واش كاين؟ بيا صافي خمس مرات وحنا نجتمعوا. لا يا سيدي وين تسكن؟ وين تسكن؟ ها ولادي صح. فاتها نعم هاولي ايوه واش قررتو هاولي فرصي غير بار دروك عندنا لما جوريت انا اللي وسولي المسؤول متاع هذيك الدار كامله راك تقول لي الاغلبيه الكل يسترجع القانون لا انا مسترجع القانون اشنو كاين راسهم مخشينا ولادي ما تخماش ما تخماش بالسيف عليهم يسترجعوا الحق يا عادي بالسيف عليهم واش راح يتواسي ولادي سهل سهل يا عمي هاكا الله نوط علقها بدخلة تاع باب داركم. شنو قال هذا لا نوط؟ هذا قانون جديد من عند ليبيا فاكو يلزم على السكان باش يخلصوا الضوء والماء وكل ما يتعلق بالمقاومة في الدارهم. ما عندنا هذا الشيء كله أمي باب دار هذيك تاع ربنا نوطة. أجمع لي ما اللي يجي داخل يحسبها الكل أجمع ماشي سكنة. لو كان الجيران نتاعنا كاع يقولوا لهم تجوزوا بالإكزام بهذا لا نوطة لو كان الجيران نتاعنا عندهم كاع البكالوريا. اشنو هذوك الربع اللي كانوا تقولوا لهم يخلصونا لي شارج اسمع اسمع يا سي اذا كان دارك تشكي على لي شارج كاين اخرين الكرامه زعما راهمش يخلصوا تبي لا منامي البلطه منكم ها علاش البلطه من هنا انا خاطر لو كان بعثوا هاد البلاط من كاع السكان لو كان ما راناش في هذه الحاله ما يتولف مثلا لو كان تقوموا من كاع شحال سوا واللي يخلص دائما وكل شهر اوتوماتيكمون من على سنين البلطه ما ترجع لي بارك الله فيك فكره مليحه مليح يا سيدي رانا ندرسوا في هذه المساله واذا كاش ما قررنا راك تسمع بها درسوا درسوا وهاي حي مازالنا غير في درس ودروس قروا قانون في هذه الفكره وتهنونا مصادعات اسمع اسمع يا سي روح درك علق هاد لانوط الدخله تاع باب الدار ومن بعد شمعوا انتوما الجيران كان واللي ما حبش يخلص يا اخي نقدروا نتلزموا حتى خرجوا بالسكنه ديالي اه وي سي سي كوم سا سي بيان اه وليدي ملي خدينا الاستقلال كاين واحد العباد يحبوا يعيشوا كل شيء باطل لو كان ما عندهمش صافي سيرو ما هذو اللي تكذب عليهم يخدموا يا ولدي ما تخماش ما تخماش بالسيف عليهم يخلصوا يا عمي غير ما تخافش مليح انا نروح نزيد لهم الاجتماع بصح من بعد اذا ما قبلوش جماعه اللي بالك تو سوريني دور برا ها نستنى ديسكسيون مالي مالي واش نساعدك حالها يا عمي شويه صح مليح الله على خير يا مالك السلام عليكم سلام عم رفقي ساعة خالتك يا اش حصل يا ساعة وليدي راح الوقت نتاعي غير في مونتي دي سونت لي سيسكالي سي طرو وانت يا طيب عندك صعوبة هنا لا حتى شي جينا نقرو مسألة حبيب وبرك اي اولادي الله يعطيكم الصبر اذا المسألة بتاعكم كيف المسألة بتاعنا روحوا خذوا لها كل ما تعالى لي روتو وما نعرف اذا تبريوها ما تخممش حنا راه معنا الغزال جينا قاصدين اخ اللي مستكلف هو بنفسه بهذا الشيء شو بيستا يا مرس ايش يا بيستا البيستا ولا غزال اشنو مسهنا في الكتب بيستا يلا اللي ما عندوش الكتاب يموت يهبلها لا لا اشنو دوك الانسان يلزم يضرب قفزات على وليدي يا انا كي نكون هاد الصواب نحبهم يعطيو لي حقي ابوان سيتو هادي عندك الحق الانسان اليوم ما لازموش يسمع للحق بصح كي يكونوا الاحباب سالو الشاب امور الاحباب ولا ماشي الاحباب ها مواجب بمون بيان ابالين بوان سونز اون فيرغول حق حق يا عم رفقي بصح مازال قريدات انت يا طيب انا ما فهمتكش اما الثانية ما تعمل ديموكراسي ها عمك رزقي يعرف الحاجة بعد بور اذا كان عندك الحق اصدمك تعمل اطروازية ماكسيلا واذا ما عندكش الحق تفي لا مارشالية
في تجارة رواتكم طول الموت. الإنسان ولدي ما يسموش يكون طماع. الحق حق يا الناس. العزم نسمها ولا وقت. واش نقول لكم؟ الله يعطيكم الصبر والصبورة. إنتو تلفظ يرزدي موت. علي بقاو على خير. سلامة عم مرسكي. سلامة. مع السلامة أخويا. مع السلامة. يا أخي عم مرسكي. ديما كيف كيف. يا داري شوية مقلق هذا عم مرسكي. إيه ما حبش العواج. بصح راجل بحال مسلمتين. يا. يا لا عرفنا به واش نقول لك. أسمع الله زاد. حبيبوك هذا دراغول واشنو واش حبيت تقول؟ الاخ اللي جينا باش يفرينا مسألة عبد الله مسؤول كبير هنا ولا لا؟ وعلاش حبيت تعرف إذا هو المسؤول الكبير هنا؟ على والو واشنو قلت أنا على كي يفرينا مسألة عبد الله نزيد نقول لك شبا شوفنا العمي رزقي راجل هكذا واش حبيت يعمل هذا عمي رزقي؟ يبدلوا له السكنة نهزب ما تبدات فيلا تبارتمات هو مسكين مازال ديما في الحومة تاعه واش تحبني نقول لك يا أخي نشوفوه ونهضروا له؟ ياك يقدر يفري مسألة عبد الله معلوم يقدر كما يقدر مع عبد الله يقدر مع الميرسقي ماشي هكذا 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 كي يحب يقضي مسألة يقضيها هذه ما فيهاش بما لا شوف أنا نضر قفزاً على الميرسقي وأنت خير تشوف صاحبك ما تلقوش هبدا يفرينا المسألة به وشنو يضحك يحب قول له برك حنا نقول خير وربي سهل أيوه نرجع عاو خوك واش بك تهاني اسألوا السلام عليكم السلام عليكم حنا لابيان فاكون أي تفضلوا تفضلوا اسمع يا خويا انا ما جيت باش نقعد باش بالمسؤول اسمع لكن يا دوجا الناس راهم قدامنا واش عليه واش عليه يا بابا جوز جوز حنا رانا نستناو في واحد الاخ هاي بارك تشوفوا انت غير نجي نتكلم تقول لي انا نتعطي هاد مش قدامي اسمع يا سي محمد انت هو المسؤول هنا لا ولكن علاش جيتو يا خويا يا اخي جينا على الماء ولكن على الماء تجيو لينا حنا ايه لكن على جال الماء راه خدت الدعوه لدار الكوميسار دار الكوميسار وعلى ماش على والو قطعوا لنا الماء والجيران دوزوا بيناتهم راه كبير وتعرف النساء يا سي انا يا اخي روح شوفوا الشركه تاع الماء يا اخي رحت لهم قالوا لي يلزمكم تخلصوا الفاتوره القديمه وعلى هذيك اللي قطعوا لنا الماء انا اجتمعوا وتفاهموا بيناتكم نتوما الجيران يا اخي اجتمعنا وما تفاهمناش زيدوا اجتمعوا المراره اللي متحقق اللي أغلبية تكون من جهتكم هذيك ما فيها شك نعيو نديوها لهم في البوط وشنو اليوم ما عندناش الماء في الدار وكانوا اللي روسهم خشانة مازالوا ما فهموش باللي لازم يخلصوا كي تريسيتي كي الباتينتا كي حوايج اخرين سهل سهل نقدروا نسمعوا عليهم يا خويا وكي تقدروا تنزلوا عليهم واش غنستناو قلنا حنا يتفاهموا بيناتهم بلا ما نسمعوا عليهم حنا شي ياك راه يقول لك الراجل بلي راسهم خشين ما يفهموش روحوا زيدوا اجتمعوا واذا ما بريتوهاش نشوفوا كيفاش نقضي لها موقف هذا ما تعرفوا تقولوا غير زيدوا اجتمعوا زيدوا اجتمعوا اسمعي يا حليقه راه نتكلم مع راجلك دير روحي لدارك خدمي شغلك بفضلك هيا لو كان تحطوا لنا الماء خدوا قدمي داري خدمي شغلي انتم راكم مسؤولين على هذا الدار بيا ما قلتوا لي تبريوا اسمعوا ولا تعطيني شويه توجع عزيز وزاد بركه ما تسكت فيا خليني نقول واش في قلبي خليني نقول كل شيء خليها تقول اشياء قول قول يا بنت الناس راكي حره وكذا قولي يا حرام لك يا خويا على دار مصر هذا الكوميسار اسمع اسمع يا سيد يا عمي شوفوا روحوا زيدوا ديروا اجتماع ولا ما فريتوهاش غدوة ناخدوا موقف طيب مليح يا سي نزيد لهم اجتماع ونشوفوا ابقى على خير اسمع يا زيوز قول له إلا فكرنا برطمة أخرى نعطي له 50,000 فرنك منين يجيو لنا صور ما تخممش راه معندي هنا 50,000 لو كان فكرنا برطمة نعطيوها له في الحين منين جاوك هاد الصور يقول له من بعد نفهمك اه يا ربي يا اخي حصلها يا اخي هاو بعدها جاي شوف قول له واش هو زدت هنا اسمح لي يا سي واش كاين يا خويا حبيت نعطي لك راي في خدمتك مرحبا يا سيدي واش هو هذا الراي قلت انا وعلاش ما تبيعوش هذوك البارتمات كامل السكان وتتهناوا ايوا انت عندك دراهم باش تشري ولا كيف ايه عندي عندنا 50,000 40,000 وانتم تسهلونا في القضيه وحنا فريناها ايه بارك الله فيك فكره مليحه مليح يا سيدي رانا ندرسوا في هذه المسألة وإذا كاش ما قررنا راكم تسمعوا بها. إيه قروا قروا خفوا بركة. أو راح يقرر. اسمع علاش ما تكلمتش معاه كيما فهمتك خفت منه؟ لا لا ما خفتش منه. خفت من الحبس. واش هو هذا الحبس؟ تفكرت باللي كاين قانون يمنع الناس يعطيوا الرشوة ولا يشريوا الموظفين. هاي لا القوانين على بالك منهم الكل. في بلاصتك راهي في دار الشرطة ماشي وين راك. هذاك الشيء هادو جا كل هذا ومقدور واه والانسان ياخذ ما عطاه لا لا في هذا الوقت لازمك تاخذ ما تسالش حتى يعطيو لك هيا يا دوجا نروحو نجتمعو مع ديالنا نتفاهمو معاهم ويرجعو لنا الماء ان شاء الله هيا وروح انت اجتمع معاهم اذا حبيت انا ما نوليش للدار
نروح منا قبل عند خويا. اخيلا انت خرفتي، مين تحبين ندبر الخبر كما في هذا الوقت؟ اش عندي فيك؟ عندي سياحتي مبيحه وشويه درهم وبيهم دبر لي على مفتاح وانيني من الجيران. انا نقول لك باللي خرفتي، واش من مفتاح تاع برد ما بقى، كل شيء وانا مجرد عندهم. لا لا، كاين البرطماطي وشا مجردين هنا عندهم، ومازالوا ناس يتفنسروا فيهم. هيا راكي جنومي والله واحد فيهم ما يسلك. ياه ما عليناش، هما رانا نروح نواسي واش نسوي الاولين. واش نسوي الاولين؟ نشوف كاش برطما فارغه نكسرها ونصب فيها. يا خلا دار يمك، ما تعرفيش باللي كاين قانون يقدر يبعثك ربع قطارات في الحراش. قانون ولا ماشي قانون، حراش ولا ماشي حراش، انا ضربه اللي ما نعرفش ولا اخرجي. خذك اليوم انت اخرجي. سامحوها يا خوتي. مقيلتي مبالغ فيها. تبع يا اخي تبع. الرحمن الرحيم، دايما تدفع بلادك حتى يحب يخرج من حبالها عقله. ما تعرفهمش بلاد البيت يا صاحبي. شمس واحد الجار صدم على برطمه، حلت تواسي في حالي. بغات يعلمونها تكون جا صدامه. يا اخي بهبوله يا اخي. عندي وادي يا لا. قم على خير. مع السلامة اخويا، مع السلامة. اكبر قلبك شوية ياو. بابا 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 نعرفكم شغلات كبار هنا في الدنيا وكا فعليا. معلوم كاين شغلات، مسألة كبيرة وعلى هذيك اللي مازال هم ينظموا فيها. ما عندكش قالوا يا خويا. ما تريش. شوف اسمح لي نروح نشري باكي دخان ونرجع. يا. ايه ما تبقاش يا الحق الحق مليح النظام. ست الكونسير جديد مزال. نعم صبنا على ضيفه ونسمونا نظني تقوم بها. لا لا تقوم تقوم بها، واش نتوما الجيران ساعه لهم شويه كان خدمتهم على مكان معلوم. أنا نخلصوا لهم نقرا وكل واحد فينا يعطي من 500 فرق 500 درج. إيه بارك الله فيك. خديت اسمه خويا؟ نعم، هاك تفضل. تقدر تروح تسهل، إذا كاش مشكلة زاد ظهرت أرجع ونشوفوا خويا نسلموها مع بعض. صح، هاي قلقك. يا مالا خويا، يا مالا. يا شيخ، هذا بارك الله فيه. قلت لك كيفاش غادي نفهمي؟ فهمي بي. هذا يا خويا متفاهم مع الجيران، وحنا كنكون متفاهمين بعضهم بعض. ما علينا غير نساعدوهم في الشيء اللي قرروا. أي بارك الله، ينرجع النظام هذا ينرجع. حنا على كل حال من جهتنا نعملوا مجهودنا باش نحتفظوا بفائدة الجميع. أي وأنت يا خويا واش اللي حاجتك؟ أنا غير نقول مش آتي فاهم يا غير نتفاهم مع أصحابي. وكان راك متفاهم مع أصحابك علاه جيت لي ضيافة؟ جيت باش نبدل الروس على اسمي. تبدل الروس على اسمك، لكن هالبطمة اللي. سي محمد، اللي كان قاعد معايا هنا. سي محمد. ايه سي محمد يا جنيور وش بيه؟ سي محمد يا جنيور. ايه لا ما نعرفوش، هو راح الان راح يشد دخان ودوك يرجع عنده حبيبه مسؤول هنا هو يدير فيها هنا بيه بيه. حبيبه مسؤول هنا في ليبيا باك. ايه قال لك دراعه طويل يو. دار غايه. واسمو هذا المسؤول؟ ما نعرف، بس قال لك يدير على كلش. بارك الله فيه. ما انا يا اخي اسمح لي نوقفك لازمني نكون على عز الوقت. يا سي انا اخوك زيد معايا دقيقه بركوت ولا شي محمد. وعلاش تحبني نزيد معاك دقيقه؟ يا اخي عندك مسؤول يقدر يفريك مسالتك. اي كاين الحق الحق. وش ولا قلت لك اي بعد نبيعوا في البارك مالها تعشمني مع رزقي. هذوك اللي خلصوا بالشعب. هذاك يا اخي اقتراح مع السكان، اما احنا مازال ما قررنا حتى شي كان الموضوع. لا لا راهي جاي ولا غير زين. وانا من جهتي كنت بتهمي الى عندك كلا رخيص كل شهر خلاص لك شهرين تسبيق. بارك الله فيك. املا يا سيدي رانا ندرسوا في هذه المساله واذا كاش ما قررنا راك تسمع بها في الجريده. اسمع لي يا سي اخي غابه من وراك هذوك يوليك بيك. اسمع اسمع قول هذا السي محمد نتاعك يقول هذا المسؤول يرسمك خويا خالد وانا نسقس لك المغايه. يا سي يا خويا يا شبابا صارت فيا شويه مقلق. لو كان ساعدني شوي كان سي محمد اللي دار لي روسو هو يرسمني مع اللي يكتبوا الشهر. خويا كملنا على 10 ولا 12 سنة ما نصبح خير رزقي في الحاسبة. يا اخي فكرات يا اخي هذي مخاطر غالة يا قلبي. يا بلاد سيدي عبد الرحمن الله ينفعنا ببركتك. واش كان حبيبو غير الخير؟ غير الخير غير الخير. واش نقول انا لو كان كل واحد يلحق ما يتمنى الحياة تكون جنة في بلادنا. ان شاء الله ان شاء الله. سي محمد وراه راح يشد الدخان مازال ما رجعش. كيفاش عنده مده ما رجعش؟ اي
يا وليد الحرام نعتابنا. واش كاينين طيب فهمني؟ وقال السي محمد راح وما رجع. يا خويا وكيف دراهمي؟ نجيبو منين ما كان ما تخمم. يا خويا انا راح ما يوليش بالتواجد. نعرفوه ونعرفو البرطمة تاعه وين حبيتو راح. الحق ما عنده وين يروح. بصح وكان بريدها خير. حبيبو ما تكسرش راسك. شوف ايا معايا دوك نقلت برنا وين يدور. ومن العشية او تسطالي في البرطمة تاعك او السي محمد لاجينيور ما يسلكش من يدي. ايه نحب نستعلي الحق الحق ان شاء الله ان شاء الله حتى انا ماذا بيا تكون معاشرني هنا في العاصمة. يا طيب يا خويا اليوم كنا تلاقيت بيك ما نعرفوش يجيب لك. خيرك سابق يا عبد الله خيرك سابق. اح يعني اذني مش اهدي بار يا ولا بس شوف مادام حبيبه معاك ما عندك علم ماش تكسر راسك. اما الان تشوف راه نشوف هذا محمود شي يجيك يا طيب شي يجيك. هذه هي البرطمان اللي قلت لكم عليها الى عجبتكم الله يربح. جوجة راكي شفتي بعينك هكذا ما ظليش تلومي عليا. اسمح لي يا سي راك بالك متزوج وتعرف النساء. ايه سوا سوا حتى انا كنت قبل ما نخدم حاجه حتى نشاور مرتي الله يرحمها. الله يرحمها. وعلاش ماتت؟ انا عم ماتت وخلتني قفه بلا يدين. راكي تسمع يا دوجه ماتت مرتو مسكين. راك تشوف كنا كملنا قرايتنا في زوج انا رجعت انجينيور وهي قابله. الله يبارك انجينيور وقابلة يا نعم. تزوجنا بعد الدروس تمتم شريت لها هذا البرطمان وعمرتها من كل شيء. عشنا هنا شهرين زهوانين مبسوطين وحنا في السعادة التامة. تقول شي كنا في الجنة. ايه واحد النهار انا قاعد في المكتب وهما جاوا قالوا لي خف اجري مرتك راهي في السبيطار. وصار لها واحد المهبول اللي ما يعرفش يسوق حساب السيارة ديالو هي كانت راحت قطع الطريق. حق كاينين مهابل تاع السيارات. رفدوها من تما للسبيطار راحت وقعدت معاها 48 ساعة. ايه ومن الأمانة تأمنت ولا بقيت وحدي هنا في هذا الدار كي المهبول. الله يشافيك يا وليدي. راكي تسمعي يا دوجة؟ ايه سمعت كل شيء. وعلى كل حال حمرته ماشي كيما تدفن في ديك الخربه. مازال كي تخمي غير على البرطمه ها نسيتي الموت. الموت على كل واحد ولا جات مرحبا. اسمع يا وليدي يلزمك تخمم شويه على الحياه. اسكتي برك خليني نتفاهم معاه من بعد نشوف. يا كراكو شفتو صالون كوزينه وصال دبا وغاديه هاديه بيت رقاد نضلي تكفيكم. لا 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 تكفينا. واش خممت الدوج؟ اسمع زيوز بيوت مليح وشابين برطمة كيما هذه ما تنصرش في هذا الوقت تقدر تتفاهم معاه بلا ما تخمم. يا عجبتك ماشي شوية كبيرة علينا. ما تبدانيش عزيوز خليني نتمتع في حياتي كيما هما. انا خايف لا يطلب لي بزاف صوارد انا ما عندي الا 50,000 اللي عطيتيني. وشنو يلزمنا دركا نتفاهموا؟ يا قلت لكم انا خسرت عليها واحد 200,000 راك لكن كي عدت راح جهة اخرى حبيت نبيع القش اللي فيها. وشنو تبيع كل ما فيها؟ نعم كل شيء على خاطر كل حاجة هنا تفكرني في مرتي الله يرحمها وكي تفكرها يصير لي كلمة أبو نبقى غير نبكي. هادو هما الرجال اللي يحزنوا عليهم النساء ماشي كيما أنت. الحقيقة يا وليدي الله يعطيك الصبر رزقك بزوجة حلالية كيما اللي كانت عندك. الله يسلمك يا إما وأنا بسبب خيالها اللي حبيت نبيع كل شيء ونروح بدل من هذه البلاد. علاش يا وليدي تقطع رحمة ربي من قلبك؟ إحنا مؤمنين. هيا سيدي دوجا إحنا تشوف لك بنت عائلة مليحة وتعاود تبني بيتك كيما بكري. ايه يا وليدي وعلاش لا مازالو كان بيت العائلة. وانت على حسن ما راني نشوف فيك راجل وعليك الكلام ما عندهم ما يخيروا عليك. الله يكثر خيركم لكن سمحوا لي في هاد الساعة ما نقدرش نروح نبدل البلاد باه ننسى شوية بالك نولي الى كتب ربي. واش تحب نقول لك
راه كبير وتعرف صلاحك. قولي بركي لا تشريو القش اللي في البارطمان، على خاطر الا ما عجبكمش كاينين واحد اخرين اللي يديوها الليله بدات وسكنوا فيها. لا 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 عجبنا كل شيء. وشنو القش هذا يا جنى شويه غالي؟ شوف باش ما نطولوش في الكلام، اعطوني 100,000 وتقدروا من الليله تسكنوا فيها. واش خممتي دوجا؟ عزيوز اقبل اقبل قول له ايه، انا خاف لا يدور فيه الحال ويبيع حال واحد اخرين. إيه لكن ما يكفيونيش الصوارد. ما تخممش عزيوز، اسمع خويا راه مخبي عندي 100,000 نسلفوا عليه 50 ومن بعد نردوهم له. راكي مخبي عليه الصوارد ها؟ ياك راني نقول لك الدراهم ديال خويا باش الزوجه، شبيك ما تفهمش؟ ايه وقشنا كيفاه نديرو له نجيبوه؟ بوها عليك وعادك تشبه تقلي عندك، لو كان جيت تسحي ما تقول عندي قش. كاين اللي عندهم اكثر منا، كاين اللي عندهم اقل منا. عزيوز يكفي دق من الكلام، قول له ايه. ياه مليحة لالا، ما يكون غير خاطرك. يا سي لو كان تنقصنا شوية. لا يا بابا قل من 100,000 ما نقدرش، الحق الحق. عزيوز اقبل قول له ايه، واش راك تستنى؟ قول له ايه وملي لسنا نصبحوا بدين على ظهرنا. معليش من بعد ربي يفرج. ياه معليش. ايه مليحة لالا، ما يكون غير خاطرك. يا سي لو كان تنقصنا شوية. لا يا بابا نفرك ولا زوج، يا اخي كاين اللي يديوها الليلة بدات وبسوم أكثر من اللي قلت لكم عليها. واشنو كي راني نشوف فيكم في الضيق ما حبيتش نبدلكم بواحد اخر نسيتو. اي هكذا اقعد اقعد تعطى حتى يديرك سيادك الرجال. اوف يا ربي انا مليت من هذا الراجل، مليت بركاني من السكان. كل ما نقول لك على السكنه تقول لي ما كاش، وقسمت هذا البورتمالك حبيت بحر هاني. واش قلت يا بابا؟ رانا قابلين يا وليدي رانا قابلين. مالا بربح عليكم وربي يهنيكم. الله يسلمك يا وليدي، حتى انت ان شاء الله ربي يرد لك عقلك وتبني بيت الحلال. ان شاء الله ان شاء الله يا يما. يا عمي راهم تحت منك سوردة باش يفريوها. سوردة ايه يا وليدي راهم واجدين. اسمح لي دقيقة نتفاهم انا مولا بيتي دقيقة. اتفضلي. عزيوز هي هي شوف هاك الفاتح حل الخزانة راك تصيب 100,000 في القدر، خذ 50,000 وزيد له الخمسين اللي عندك وهي فات. واش داني نديه ما يحتل البيت؟ هكذا كان تعطي له دراهم وتفريوها في الحين. ايوا فرحت. فريت فريت لكن قول لي كيف نبدلوا الروسو؟ الروسو سهل سهل، يا قلت لك بلي هذا الدار ماشي بيان فاكون. غدوه كي نجي ندي لباس ديالي انا نروح جميع المول الدار يبدل على اسمك الروسو وهي فريت سيتو. ايه سوا سوا مازال تلبسوا هنا. بصح ما تنساش غدوه ان شاء الله يا وليدي. حكوني متهنيه يا اما، غدوه غدوه نكون عندكم هذه ما فيها شك. اسمع يا وليدي علاش ما تقولش تعشى معنا الليله؟ لا صحه صحه يا اما، عندي شغال كثيره وما نقدرش نزيد دقيقه هنا. يا عمي نروح نجيبوا سوردة صح؟ ايه. دوجا ما تجيش معايا تقعدي هنا وحدك؟ لا لا انا نقعد هنايا. روح انت مع الراجل تريها معاه وكي تعود مولي شوف في طريق كسر دوك يكون سمين باش نذبحوه ونسيلو الدم في العتبه ونواسي لك عشيوه كيما تحب. هيا زيتي الوليد الحرام حب يقتلني هكذا كان يرقد متاع الصح. سمعتي واش كان يحكي؟ قال لك شريت هذا البرطما ب 500 دينار خاصو الى واسك في برطما كيما هذا. ايه حب يجوزها علينا يا هيا عزيوز غاور روح جيب الشرطه خف. انا رايح. اجا جوده واحد اخر راه يفتح في الباب. شكون هذا ثاني؟ وهذا ثاني عاد فتح البرطمان. هذا ما راهو سكران، نقدروا نتفاهموا معاه، اقعدي هنا وما تخافيش. اسمع يا سي، وانا راك رايح هكذا. اسمح لي. انت من عند اسماعيل؟ اسماعيل؟ ما سمعنا عليه غير الخير، هيا يا قولي وجد دير لهنا. من راه شي حاب يقول؟ كسرت الباب ودخلت ولا؟ شوف يا، تقفز بسلامتك، هيا يا قولي وجد دير لهنا.
جاوبني انت، واش راك تعمل في البارطما ديالي؟ كيفاه البارطما ديالك؟ ايه معلوم البارطما ديالي، كنت في شهر العطله وهذا ولحق نصفر. دوجا رانا ولينا في حكايه الاخر. اه ما كان حتى سيدي حكايه الاخر، البارطما ديالي فهم. هيا برا. اسمع يا وليدي، ما راكش غلط في البارطما. راني غلط؟ ايه هذه حلوه. سلفت البارطما ديالي في سبيل الله، راني شوف اللي حبيتو تنظموها لي. ايه فوالا. فهميت هذا؟ لا لا سيدي، بعيد الشر عليه. صبناه في الزنقه مسكين، جبناه يرقد لهنا في سبيل الله وهذا ما كان. هذا اللي كبر منهم كاع. ايوا خويا، كيفاش دعوتك انت؟ حبيت ترد البارطما ديالي ملجا تاع الفقراء ولا حمام ولا نوتير؟ هي برا برا خرجوا عليا. بالك راك غلط في البارطما يا وليدي. اه راني غلط في البارطما. معليش دوك نعمل تليفون لدار الكوميسار ويجوا يردوكم عليا. لا بوليس، انا سي الحنفي، ساكن في 17 شارع بالمهيدي. يا اخي هذا وين دخلت من السفر ولقيت ناس اجانب ساكنين في السكنه ديالي، من فضلكم لو كان تجيو في ساعه. مالي انا نستنى. شكرا. هاي فرات، انا عملت تليفون دار الكوميسار دوك يجيو يديوكم في البانيا صلاد. وينك قلبك تخليهم يديونا في البانيا صلاد؟ ها الله يرضى عليك. يا وليدي رانا فقنا لك، كن عقل ونعى الشيطان. مع الشيطان كي يجيوك ذاك الوقت فهم معهم هما انا خاطئ. يا سي المثل اللي يقول اللي يحفر حفره لخوه راه هو اللي يطيح فيها. او يكفيني يرحم والديك، هذا الشيء في محلي وتخاصمني. خي بصاصه يا اخي، هذه بصاصه. مازال شاد في البارطما ديالي. معلومه البارطما ديالي، المزيه اللي في دار الكوميسار يعرفوني اللي نسكن هنا. هيا يا وليدي نتفاهموا غير بالعقل. لا 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 لا، كي يجيك الكوميسار ذاك الوقت اتفهم معاه هو ما انا خاطي. خير لك راه يتشين عليك. يتشين عليا كي يديوكم ذاك الوقت اتفهموا معاهم. اي هذا وقيل ضريت فيه. ها سناني نشوف مازال يتنفس. ما تخافش عزيوز، هذولا بالبلاصه راسهم مخشين عندك، ما يموتوش. عندك الحق، عييت نفهم فيه. يا وليدي كون عاقل، نعل الشيطان بركات ولا حب يفهم. شفت وين وصلتك خشانتك تستاهل. هيا عزيوز روح جيب لنا زوج حمالين يبدوهم علينا. ايه دوجا ردي بالك ينوض ويحقرك كيف يشوفني مانيش هنا. غير روح ما تخافش عليا. غاولة. دوجا دوجا واحد اخر راه يفتح في الباب. بالك بعثوا لنا باندي اخر. مالا هادي باندا تاع بارطمات. ما فيها حتى شك. عزيوز غاور ردوا كل شيء من الدار. بلهيه ولا عاد واحد منهم شير لي باك ولا زيدك السمعة خاصة. بركات دوجة حبيتي ديري لنا جبانة هنا. هيا غاو نتخبى. خف خف. يا الله انا رجال. اشنو رقدت؟ هيا قعد نكملوا القرا راح تكسل الله. يا ربي وعلاش اسكت في هذا الوقت لازمك تدافع على روحك ولا راهم ياكلوك. معلوم ندافعوا رحنا في وقت الدفين. اسمع زيوز ما تخافش هز الدم وراني هنا. هيا روح. اسمع يا سي رانا هنا الا راك تفتش علينا. اسمحوا لي ماشي هادي البارطمان تاع السي محمد. ايوا من بعد واش تعاود عند السي محمد؟ ايه تفاهمنا مع البارطمان ودوك جبت حبيبو يسكن فيها. شكون هذا حبيبو قالها؟ حبيبو عبد الله اللي كان يخدم مع فرملي في السبيطار تاع الصور. صار حبيبوك عبد الله فرملي. بل انت طبيب؟ لا انا الشاف فرملي برك معروف في البلاد كلها. اسمي الطيب واشنو الصغار مكنيني حبيبو. معرفة خير يا سي الطيب. دوجا قال لك هذاك واسمه حبيبو وهو حبيب الحبايب.
ما سمعناش عزيوز هذيك شكايه اخرى. لكن سامحوني يظهر لي بلي شفتكم انتوما اليوم صباح ما كنتوش عند لي بيان فاكون. اي سوا سوا كنا عند لي بيان فاكون. انا تادي كنت تما رحت مع حبيب وعبد الله باش نبدلوا الرسو على اسمه ما شفتوش عليا. عزيوز واش قلت لك انا نتاع حكايه الرس واش نكسلو؟ لا لا يماك هذا اللي شفيت عليه. اسمع لي يا سي طيب. نعم. عند لي بيان فاكون كنت انت وحبيبك عبد الله وسي محمد الانجينيور ما كانش معاكم؟ نعم نعم كان معنا. عزيوز نرحمه ونرحمه. لا لا يماك هذا لو كانت مسيه الحبايب كامل يتهوا علينا وما نسلكك لهنا لا خلطر يماك. لكن حبيب عبد الله ورا دوك خليته هنا. يا ربي حصلت. اسمح لي يا سي طيب. نعم. حبيبك عبد الله وراقد له. اوه عبد الله. يا موت موت اسمع بجد كيفاش يضربوا عبد الله اللي تزال عبد الله نحلو جدو شكون انت؟ عبيد انا خاطي يا سيدي. اما لا شكون؟ هذا كيف دخلنا هذا سأل هذاك وهذاك جاوبه وهذا حمق حبيبك سخن حكموا من الفيستا وضربوا بدماغ طاحوا في زوج. هذا الثاني راه مجروح يا شويه شويه برك وشنو يلزمنا نديهم لزوج للسبيطار؟ عندك الحق لازم نشوفوا لهم امبيلونس لازم. لكن انتوما واش راكو ديروا هنايا؟ يا ربي جات حصلت نحن يا انتوما احنا شنينا المفتاح لسي محمد الانجينيور وهذا اكثر من حبيبك عندنا حفيدي وليد خوت البران تاعي. يوم بعد واش عندي فيه في عاد حفيظك؟ كنا عنده فاكونس جوزنا 15 يوم ورجعنا جميع يخدم في دار المير غدو يحكم السيرفيس نتاعو. يا وليد الحرام لعبتها بيا. انا السبي يا سي طيب وعلاش؟ مانيش عليك راني على السي محمد الانجينيور صح والله ما تسلك من يدي. ايه بارك الله فيك واذا ما قدرتلوش راني هنا. ما تخممش وحدي نقابلو. ايه بارك الله فيك بصح راك تشوف حفيدي هذا يماه تكسبو غير هو ولو كان كاشي ما يصير فيه بعيد الشر ما نعرفوش تواسي في روحه. ما لا سمعني مليح انتوما ما تزعزعوش منا دوك نبعث لكم امبيلونس وانا ما نرجعش حتى نجبد السي محمد الانجينيور ولو منكرش يماه. روح روح راني رايح. روح جيبو منين كان خف بركه. ايوه هنا. يا سي محمد عزيوز هذا ماشي باندي؟ لا لا هذا حبيب حبيبه الباندي الكبير هو اللي باع لنا هذا البركمة. هيا امشي. شكون هذاك اللي ما تمرتو؟ ايه هو وليد الحرام. هيا امشي قلت لك هيا. واش نروحو؟ معلوم نروحو درك يرجع حبيبه. خساره يا عزيوز نخلو البركمة شابة كيما هذه ونروحو. هيا امشي قلت لك هيا. والله والله الا هادو يديهم للسبيطار انت يا غير يديوك للحبس. يا ربي يا ربي عزيوز حيكي وين راه؟ حيكك حيكك هاوي وحيكك هيا غاوي غاوي. عزيوز استناني اللي حاب استناني. ما يشقاش ما يشقاش اخرجي وجري وما تزيديش دوري من وراك كامل هيا امشي. ايه بصح وين نروحوا وين نروحوا؟ وين تروحي؟ تروحي لدارك لدارك اللي تستر عارك. هي عندك الحق دارنا ايه. يا ربي على هذيك التبهديله المزيه المزيه اللي ما شافنا حتى واحد. كيفاه؟ المزيه اللي ما شافك حتى واحد؟ ايه وهاد السادات وها عليا وعلى تبهديلتنا تقول روحي بهدونا قدام الناس الكل. شافك اي لهنا درك نزيد نكشفك. اسمعوا يا خوتي يلزمكم تقولوا الحقيقه تقولوا واش شفتوا احكيوا حكايتنا في الديار في القهاوي في الشوارع في الاسواق باه اللي يسمعها برك يولي يرد باله من ولاة الحرام. واذا اكدت عليكم وقلت لكم بوحوا بقصتنا في كل ناحيه قصدي في الحقيقه نفهمكم باه الشيء اللي جرالنا هنا ما نحبوهش يصير يصير لكم ليكم انتوما. هيا بقوا على خير وردوا بالكم من ولاد الحرام. اسمع اسمع يا اخويا اسمع. واش كان صوري؟ استنى استنى نفهمك. ما يشقاش ما يشقاش الناس فهمت والحكايه فرات. هيا بقى على خير. استنى استنى واش بيك؟ Thank you.
هادو انتم مجالكم لهنا ها كيما قال لكم شي عجي وجه الحكايات خلاص هنا هو راح وانا هاني رايح لكن انا تمنيت نتلاقى بيه حبيت نفهمه برك حبيت نقول له باللي يقدر يروح متهني الى ولات الحرام واشوا فيه الشر كاين رجال كتير اللي دخل في الدار من هذه الجهه حتى انتم تكونوا متهنيين ولكن من جهتي انا اخوتي حبيت نطلب منكم حاجه واحده برك اذا شي عجي وزقالكم حكايته في كل مكان انا نقول لكم لا لا ما تعرفوش قصدي الشي اللي شفتوه هنا يقعد بيناتنا فهموني يا اخوتي انا انسان معقول في بلادي وعارف اني باللي هبط للعاصمه ولا سمعوا بيا باللي شنشنتها شويه وروسكم قادرون يطوط على الحيوط وتحبوا نقول لكم الصحه الى هذا الشيء سباع صار على زوج بيوت وكوزينه انا عندي ثلاث بيوت وكوزينه وما حمدتش ربي اما لا اخوتي تهلاو انا اخوكم اكتبوا السر والله الله اسطروني ربي يسطركم